مهنة وصحة. مهنة وصحة كل نهار سبت مع العشرة متاع الصباح على الحياة FM. مستمعي الحياة FM، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. إن شاء الله تكونوا بخير، في صحة وعافية وسلامات. في حلقة اليوم برنامج مهن وصحة اخترنا مهنة من أخطر المهن وأكثرها إنسانية في نفس الوقت، هي الأكثر احتكاك في ظل مرضى الكورونا وربما الأقل تقدير مهنيا وماديا. أعوان الصحة هم ملائكة الرحمة، جنود الصف الأول في مجابهة الجائحة. هذا علاش اليوم نحكيه على مهنة الممرض في وسط الظروف الصحية هذه. هذا علاش سعداء باستقبال الممرض بالقاسم الخلفاوي، هو في نفس الوقت كاتب عام الفرع الجامعي لأعوان الصحة بالقيروان. الزميل عزيز الهلالي أمن لنا التواصل مع السيد بالقاسم الخلفاوي. مرحبا بك سي بالقاسم على الحياة فان. مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة حياة فام، ويعطيكم الصحة على معناتها جيتونا معناتها لتسليط الضوء على مهنة الممرض وما يعانيه ووضعه الاجتماعي في هالمنظومة بكل. احنا ان شاء الله في كل مرة في برنامج مهن وصحة نسلط الضوء على مهنة من المهن. احنا ساعة نقر انه جميع المهن مهمة ودورها في الحياة مهم، وهذا علاش كل المهن يعطيونا شوية وقت. ان شاء الله تو كل مرة نختار مهنة يمكن في وسط الظروف الصحية وما فيها من مخاطر وما فيها من جهود، تم تكاتف لأعوان الصحة ما نفرقوش بيناتهم الحقيقة، سواء تقنيين، ممرضين، أطباء، يعني سواق سيارات الإسعاف بجميع أنواعهم بجميع أصنافهم. فقط ربما حبينا نحكي اليوم على مهنة الممرض من خلال سبيل الجزء. بارك الله فيكم. أول حاجة أنا قبل ما نبدأ يلزمني ما نجمش نعدي الفرصة ما نشكرش زملائي كل ما يعني الصحة وعلى مثابرتهم وعلى اجتهادهم وعلى صمودهم، خاصة في يعني في الظروف اللي تعرفوها الناس الكل. طبعا احنا ما اخترناش الاسم لارواحنا، الناس اختارت الاسم انه الجيش الابيض، وفعلا احنا برهنا اللي احنا بالحق احنا الجنود اللي في اللي معناتها في الصفوف الاولى باش معناتها ندافعوا على اهالينا باش نقاوموا هالوباء هذا، وطبيعة الحال انه معناتها نتعرضوا لعديد المخاطر، مهنة التمريض ولا معناتها انا مش نحكي انت خليني انا مش تحكي على مهنة التمريض لانه بالنسبة لنا خلنا نتعرفوا عليك انت، وقتاش دخلت مهنة التمريض؟ عماش كيفاش كانت الخدمة؟ فرق بين قبل وتوا، احكينا شوية على مسيرتك وعلى نفسك. انت ساعة مش تخليني انا يلزمني نشكر الأساتذة اللي قرينا عندهم واللي هم كان الفضل عليهم اللي هم معناتها علمونا وقراونا معناتها، والله انا ماذا بي نذكرهم اللي ان شاء الله اللي حي ربي يرزقه ويطول في عمره واللي توفى ربي يرحمه. أتبقينا بالحق معناتها كانوا من الناس اللي حارسين باش يعلمونا. الحقيقه معناتها كانت القرايه مش كما تو. احنا كنا انا تخرجت عام 90، كانت التكوين بتاعنا سنتين، لكن السنتين كانوا بالحق يعني قرايه سنه اولى نقراو معناتها الاناتومي، معناتها نقراو الجسم الانسان بكله يعني بتفاصيله بالميسكل معناتها الخلايا بكل شيء، والسنه الثانيه نقراو الامراض كلها، يعني كنا حتى نقولوا القرايه قرايه الطب والخدمه خدمه فرمليه. كان تكويننا بالحق كانت معناتها تكوينه كان قوي برشا، وهيك علاش معناتها باحترامي لزملائنا جدد تحس اللي معناتها حتى بوان دو في معناتها فورماسيون القدم الحقيقه مزيالك اللي تحسك الخبره نتاعهم باش يعاونوا بها زملائنا جدد. وكانت قرايه صعيبه، انا تخرجت عام 90 ومعناتها وفي نفس السنه في خذيت الدبلوم في جويليا 90، بديت نخدم في اكتوبر 90 وخدمت 4 سنين في الشراردة ونحيي اهالينا في الشراردة. معناتها كانت قبل احنا نمشي وما نرفضوش، معناها وين يبعثونا نخدموا خاطر كلها بلادنا. ومن بعد من الشراردة جيت خدمت في قسم الاطفال ويعني
وبعد قسم الأطفال كانت لي تجربة في الخليج، ومن بعد رجعت خدمت في قسم تصفية الدم، ومن بعد تعودت معناتها فرصة أخرى زدت رجعت للخليج، وبعد جيت خدمت في قسم العيون، ومن بعد قسم العيون زدت تحولت لقسم العمليات المجاري البولية، ومن بعد من 2010 وأنا في قسم حفظ الصحة، والحمد لله معناتها تو أنا عندي 31 سنة عمل، نحس بهم اللي كينهم معناتها البارحة دخلت. وحقيقة معناتها رأي مهنة التمريض مهنة شاقة، شاقة بأتم معنى الكلمة، ناهيك وأنك تكون عرضة للأمراض المعدية وحتى ما تعرفهمش. هذا هو تنحكيه بعد شوية على المخاطر وربما الاحتكاك مع المرضى والمرض في برشا جوانب. ربما حبيت نحكي أنه مهنة التمريض يعني برشا شعارات وبرشا حتى عبارات وأشعار تكتبت على التمريض، أما يركزوا برشا على الممرضة. سي بالقاسم ديما المدح للممرضة مش للممرض. ما هي لأنه من أغريق. أيوة. يعني كانت معناتها الأولى هي ممرضة فهمني، لكن خصوصية المهنة أنه احنا صحيح نكتبوا أكثرها ممرضة، أما راهو تو عملة نادرة أنك تلقى معناتها ممرض راجل، يعني فما حاجات تتطلب أنك تكون يلزم تكون راجل الحقيقة نتاع ربي، وإحنا ما عندناش فرق تو ما بين المرأة والراجل تو يقوم، أما فما أقسام ما أنا حقيقة لازم يخدموا فيها النساء معناتها كيما خاصة أمراض النساء، لكن الرجال ينجموا يخدموا في الجراحة، فما أقسام يلزمها من نساء، فما أقسام يلزمها رجال. الميزة علاش ممرضة؟ لأن الممرضة تنجم تخدم في الكل. الراجل تو براتيكمون معناتها هذه معناتها ما ينجمش يخدم في الكل. ما ينجمش يخدم في الكل معناها مش ما يلزموش. أما هكا معناتها احنا هكا ثقافتنا وهكا احنا مسلمين ماذا بينا، يعني فما خصوصيات نتاع النساء ماذا بيخدموا فيها تخدم فيها المرأة. هذا هو. ثم حاجة أخرى، البعد الإنساني في مهنة التمريض سي بالقاسم، يعني ماهوش فقط خدمة مفاسمة ولا تزريقة، وإلا احنا نشوفوا خاصة الممرضين اللي يخدموا في مراكز الصحة الأساسية في الأرياف، يعني علاقته بأبناء المنطقة يعني علاقة إنسانية، علاقة محبة، علاقة يعني نوع من انه كاينه في العيلة نتاعو، كي يجي مريض ولا يجي مش يدق له تزريقة ولا يعمل له فاسمة، يعني ثم بعد إنساني كبير في الخدمة نتاعك. والله هذه معناتها انا مريت انا من اول خدمتي 4 سنين في الشرار ده. صحيح معناتها كي يبدا مثلا واحد يخدم في بقعه ما فيهاش برشا ممرضين ولا اطباء، هم يشوفوا له معناتها اكل، والله فما حتى تمشي وتجي حتى يوصيوا معاه قضايا معنا مش يروح للقروان ولا ما نعرف شنو، والله معناتها مسويقه معناتها يجيب اي والله يا اللي يستحق حاجه معناتها فهمني، تتكون علاقه معناتها صداقه صداقة، وكان فما الاحترام، وكان معناتها بالحق معناتها كانت الناس تعطي يعني تعطي قيمة للممرض، وكانت الناس تدافع عليه، وكانت الناس معناتها تو مع الأسف أنك تشوف هذا هو تو الوضع، ربما صعيب، ربما الناس كل في ستريس، تم ضغط متاع خدمة على الممرض، وشفنا يعني برشا خاصة في الكوفيد ممرضين تعرضوا للإصابات، ثم شكون توفى ولا يرحمهم، يعني ربما تقول انت الوضع ولا صعب اكثر على مهنه التمريض. في نفس بالله خلينا نرجع لك انا للبعد الانساني، فما حاجات راهي ما تتصورش، فما حاجات معناتها ما تعرفوهاش، معناتها ما يعرفوهاش الناس تتحس. انا ناكد لك انه راهو مرات فما ناس تستاهل عمليه وما عندهمش دم، احنا عندنا ممرضين يمشي يتبرع بالدم وما يسمع به حتى واحد، فما اللي مش يروح ما عندوش ركوب يلمولو، فما اللي ما عندوش صدقني معناها نحكي لك في هذه مش معناتها رمي ورود على زملائي، اما هذه حاجات نقوم بها، فما اللي الناس معناتها قبل العيد معناتها فما اللي تلم فلوس ويعرفوا ويشوفوه معناها يلموا له باش يشري بشكل صغيراته، هذه ما تتراش هذه. ثم حاجه عطا نحكي لك انا حاجه شفتها في مركز الصحه الاساسيه في سيدي محمود. الممرضه المستوصف ما فيهوش ماء، الممرضه تجيب الماء من دارها في بادن وتهزهم معاها وكل يوم وهي ماشيه للخدمه باش تلقى الماء في عونها في خدمتها وللمواطنين اللي يجوا. والله بحكي عشنا عده معناتها تجارب وعشنا عده
لكن مش لازم الواحد يتكلم خاطر باش ما نقولوش هورياء ولا حاجه. احنا نحتسبوا لله، وباش معناتها باش نبينوا اللي خدمه التمريض راهي بالحق راهي انسانيه بالابعاد الكل نتاعها، سواء انك باش تقدم معناتها علاج للمريض او انك مش معناتها نجم تقوم بخدمه انسانيه اخرى. والله ونحاولوا ان معناتها نبسطوا الخدمه ونحاولوا ان معناتها نعاونوا العباد، لكن احنا نحتسبوه كله لله. وما نتحفوش فيه الكلام هذا، احنا ما نشوفه الا كان معناتها واحد مريض انت كي يجي للسبيطار ويجي معاه 10 من الناس انت كي تنصحه كله بجاه ربي راهو معناتها زياره برشا راهو قلق علينا راهو حتى على العباد الاخرين يسبك ويضربك، ما هذه اللي نشوفه فيه احنا. معناتها فما الشيطنه للتمريض وفما تحريض وفما برشا حاجات حاجات عرضيه ظرفيه هكا شاذه، لكن ما يتاثر علينا التسميه الكبيره العنوان الكبير سي بلقاسم انه انتم تتسموا ملائكه الرحمه. حبينا نقدموا شوي نحكيوا على الوضع الصعيب توا، الوضع الصحي اللي انتم فيه في المقدمه، يعني كاعوان صحه لهنا نحكي بصفه عامه وكممرضين بصفتك انت تمثل. والله شوف انا الحقيقه معناتها انا مرات نبدا معناتها حاشم من زملائي لانهم معناتها تعبوا برشا، ومعناتها وما فماش الدوله ما هيش معناتها كان مراعيه الجانب النفسي للعوان، خاطر راهو معناتها هو واحد كي يبدا ابوه مريض وعنده كورونا ما يقربلوش. احنا عوان دايروا مباشره معاه الطول معناتها، ويروح لصغاره ويروح لبوه ويروح معناتها بصفه عامه راي معناتها المهنه خاص في الوقت الحاضر راي صعيبه، الظروف صعيبه علينا مع النقص في الموارد البشريه، مع يجيك معناتها ممنوع الكونجيات راهو كان نهار نحبك تجي وتشوف مثال شلبتوك وشوف معناتها ممرضه ولا ممرضه يلبس لك الكومبينيزون وفيها السخانه هذه، والله العظيم يبدا العرق يجري من اللوطه اقسم بالله. تصور انت فك الظروف هذيك وتجيك بعد واحد معناتها يسبك ولا يضربك ولا يكسر لك تجهيزات ولا الحقيقه معناتها معاناه، والله مهنه التمريض تو معاناه. هذا هو. ثم جانب اخر هو الى جانب العنف، وان شاء الله ما يتكررش وما يصيرش وتصير فيه حتى وسائل الوقايه وربما حتى زاد الحمايه المهنيه. ما هو خاطر فما قانون راهو تجريم الاعتداء على عوان الصحه الغالب لازم يدفع يبقى في الادراج نتاعو. فما حاجه اخرى بالنسبه لهم هما طوين شوف معناتها بالله سامحني مش نعطيك حاجتينك هو عندك في رولون جاروس الكوب الجوكوفيتش وقت الهز الكوب فما ممرضه وطبيب في الالعاب الاولمبيه الشعله الناس كل تفرجتوا معناتها شوف الناس تعطي قيمه للتمريض رفعوها الشعله رفعوها احنا ناكلوهم بطريحه ونجبدوها الفرمليه من شعرها ونسبوها ونكسروا ونعملوا كل شيء معنا مش في بالنا اللي احنا عديمين الانسانيه وراهو الضغط علينا برشا. هذا هو مش صحيح. ثم جانب اخر ربما في دقيقه نحكيو وقايه الممرض نفسه من الامراض، نعرفوا انه في محيط سواء الكوفيد ولا في غيره، حتى نعرفوا لك الجراثيم والامراض الاخرى في غرف العمليات ولا في غيره. كيفاش انتم كممرضين تحميوا رواحكم؟ عندكم يظهر لي تلقيح؟ عندكم وسائل وقايه؟ هو بالنسبه لي نحن من المفروض من هذايا الاصل فما عندنا التلقيح نتاع البوسفير معناتها اللي خاطر تنجم تدقك ابره ولا حاجه وانت ما تعرفش وهذه اللي معناها ديما تصير. وفما امراض اخرى ربي بعد علينا كما سيفيليس ولا الليباتيت سي نوعيه الجيم هذه ما عندهاش راي ما عندهاش تلقيح. هذه زاد نبقاو ديما معناتها معرضين حياتنا للخطر. وعندنا بالنسبه للفاكسي جريب زاد معناتها مرات الدوله تبدا تعارك باش توفر للعوان معنا كل عام تجيب الفاكسي جريب خاطر احنا ما نخدموا خاصه في الاستعجال راهو احنا في الخطوط الاماميه في المستقبل اول ما يجيك المريض مقرب ولا حاجه راك انت في المستقبل. وعندك تو فهمني بالنسبه للكورونا معناتها خذيتوا اولويه في التلقيح مازال ما تكملش لكن خذيتوا اولويه في التلقيح. خلينا من الاول اولويه ما خليناش معنا كما معناتها كما نحبوا احنا احنا تو عندنا زملائنا مازالوا ما لقوش عندنا جماعه اللي هذوما اللي ما تكلم عليهم حتى واحد هما عندهم حق هما المتعاقدين
بالنسبه للممرضين اللي متعاقدين معاهم بثلاث شهور ومبعا التو ما لقوا. وانا والله طلبت معناتها من السيد المدير جاي وطلبته في اجتماع عاجل بون ممكن نهارين هذوما خاطر الاداره مسكره. طلبته انا في اجتماع باش نوفروا تلقيح للناس هذوما لانهم هما احبابنا مكاتي هما يخدموا. حتى انسانيين يلزمهم يلقحوا من الاول وان شاء الله بحول الله ان شاء الله باش نضغطوا باش يلزمهم يلقحوا وان شاء الله في القريب العاجل معناتها. هذا هو ربما سي بلقاسم الوقت تعدى معك في المصافحه هذه مصافحه خفيفه رشيقه حبيناها تحيه تقدير للممرضين وجميع اعوان الصحه. حبينا في كلمه الختام معك ربما نصائح او ربما ملاحظات هكا تحب تقولها. بالنسبه لكلمه الختام انا باش نحيي زملائي مره اخرى ونقول اللي مهنه الصحه راهي مهنه شاقه وراهي عون الصحه راهو يحب على كلمه حلو راهو معناتها احنا وضعيتنا النفسيه تعبه يشاركونا في القرارات معناتها يلزم تكون عندك قيمه وقدر يلزم تكون يوفرونا الحمايه في المستشفى يعني تو مش موجوده. الحاجه الاخرى ننصح اهالينا راهم اهالينا واحنا ندافعوا عليه باش يمشيوا تو يلقحوا ومعناتها يبادروا بالتلقيح باش نقضيوا على الوباء هذا وخلي الناس الكل تعيش معناتها في سلام وامن وطمانينه وربي يحفظ بلادنا ان شاء الله وان شاء الله ربي معناتها يرفع علينا هالغمه وان شاء الله زملائي معناتها الدوله تمشي في الاتفاقات اللي عملناهم وحسنونا ظروف العمل وهذا هو واحنا معناتها ثقتنا انه ان شاء الله زملائنا كلهم يكونوا في صحة جيدة وربي يبارك لهم في صحتهم وهكا هو معناتها. هذا هو شكرا سي بلقاسم تحية ليك ما شاء الله 31 سنة خبرة من العمل مسيرة كبيرة مستمعي الحياة فهم نقطة نهاية مهن وصحة اليوم كما سمعتوا حبينا نوجه تحية لعوان الصحة بصفة عامة وللممرضين حكينا على مهنة الممرض ملائكة الرحمة إن شاء الله حلقة جاية مهنة جديدة في حلقة مستقبلية تحية لعزيز الهلالي في الإخراج التقني إن شاء الله نشوفكم بخير. مهنة وصحة مهنة وصحة كل نهار سبت مع العشرة متاع الصباح على الحياة FM.